لوحات تشكيلية بمختلف الأحجام والألوان، القاسم المشترك نون النسوة، أبدعتها 20 فنانة تشكيلية من مدينة فاس. اخترنا رواق محمد القاسم بالعاصمة العلمية معرضا لفنهن احتفاء باليوم العالمي للمرأة. فنانات موهوبات عندهم إرادة وعندهم قدرات شاركوا في هذا المعرض اللي كيضم أكثر من 50 لوحة تشكيلية، جميع أنواع الفئات العمرية اللي شاركت. واقترحنا على أن في هذا المعرض هذا غادي نرتقيو أو غادي نعطيو الثلاث جوائز للفائزات الثلاثة. كان شرفا عظيما لي المشاركة في هذا المعرض بمناسبة اليوم العالمي للمرأة من خلال تمكين المرأة في جميع حالاتها. حفل افتتاح المعرض تميز بتكريم الفنانة التشكيلية فوزية شفشاوني تقديرا لمسارها الفني المتميز واحتفاء بإبداعاتها، فهي من طينة نساء موهوبات تداعب أناملهن الريشة بخفة ومهارة كبيرتين.